منذ 10 سنوات حطت هيلا مويس المواطنة الألمانية رحالها في العراق لتسكن شارع أبي نؤاس في منطقة الكرادة. جابت أحياء بغداد بدراجتها الهوائية لتقدم لهذه البلاد الدعم الثقافي والفني قبل أن تختطف مساء الاثنين على بعد أمتار من المركز الذي تعمل فيه. وفعلا وفرت فرص غير قليلة، أنا أعتقد حتى أفضل من يعني ما وفرت الجهات الرسمية أو المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب في العراق. أدلة اختطافها غير مكتملة بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية، سيما وأن موقع الحادث يخلو من كاميرات المراقبة. هو مؤشر أيضا يشير إلى ضعف الحكومة العراقية في حماية الرعايا الأجانب الموجودين والمتواجدين بشكل رسمي والذين يقدمون خدمات في العديد من المجالات. الجهات الأمنية مطالبة بفتح تحقيق في هذا الموضوع وأيضا محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع. مع تزايد الأحداث الأمنية يتخوف كثيرون من إعادة عقارب الساعة إلى ما 13 عاما مضى، حيث كانت الفوضى الأمنية مسيطرة على المشهد، وما حصل لمويس وغيرها من النشطاء الأجانب والعراقيين دليل على ذلك، فضلا عن الخوف الظاهر على العديد من الجهات تجنبا لإبداء أي تصريح فيما جرى. نحن قلقون جدا على مصيرها ونطالب بالكشف والاهتمام بذلك من قبل الجهات الرسمية. وعلى الرغم من عملها في بغداد على مدار 10 سنوات وتأسيسها 3 منظمات ثقافية وفنية داعمة للشباب، فإن ذلك لم يشفع للمواطنة الألمانية عند خاطفها المجهولين حتى اللحظة. من بغداد زينب المشاط، يوتيفي.